الصوت الواطي. احنا كرهنا الصوت الواطي. اسمع تاني ليه؟ حسني راجع ولا ايه؟ حسني راجع ولا ايه؟ العربية دي كانت خارجة جوه من عند أمن الدولة، وإحنا واقفين بنفتش العربية كلها وهي خارجة. اشتبهنا فيها من فوق لقينا فيها قصيص ورق، بنلاقي جوه العربية من تحت كلها مليانة ورق. الحزب الوطني الدكتوري بنسوب باهداء جهاز كمبيوتر لابتوب. خد بقى شوف عندك كام جهاز لابتوب. ها الاوضه دي مليانه مليانه. انت ده كده بني سويف، كل محافظه لكل ضابط فيهم لها جهاز لابتوب على فلوسنا. محدش يقطع حاجه ويحرق حاجه. هدوء. تحيا مصر. الو مقال بتاع هويتي، مقال بتاع سهم هويتي. استنى النقطة. الله. لا لا حسن الناس كانت معانا في السجن عايش شرب. ماشي احنا لو ممكن نجيب حاطط الصور ناس طائرة وأي ورق مهم يجي يتاخد معايا من السجن. الناس دي كانت معايا في السجن. طب ما تشوف اسمائهم هم دول الناس دي صورها. في واحد زيها كريم؟ اه. طب يلا سري بتاع تحركات حسني وسوزان. اتحرك اقسم بالله انت جامد فشخ اهو. يوميا تحركات سيد الرئيس جمهوريه والسيده قرينته عن يوم مش عارف كام في 2011. ولع النور كده وخليكم واقفين على جنب ثانيه. ايوه كده ايوه كده ايوه نفس اللي انتوا عاملينه ده. خليكم انتوا الاثنين كده. خدمات السيد الرئيس الى دار الدفاع الجوشي. ايه ده؟ خدمات النوويه. البرادعي كان كان ينسي برنامج النووي المصري. ثواني بص، وقد جرى الموافقه على القاهره عناصر في اطار الحد في الوسط. بص كم واحد هيعتقلوهم دي محافظه القاهره. ضبطه ضبطه ضبطه. بص اه لو جابوهم الجيزه الجيزه كل محافظات دمياط شرقيه. كفر الشيخ منوفية من كل السبع كل دول معتشين محافظة. احنا الامن واحنا الدولة. احنا الامن واحنا الدولة. امن الدولة كلام الدولة. امن الدولة كلام الدولة. صور يا ابن الحلال. بقول لك يا استاذ عايز تصور. ده دي خرسانيه لا تصلح لاستخدام الحيواني. بقى طبعا لا 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 لا
الاطفال قعدت 150 يوم في زنزانه الاطفال الجديده في قطاع. انا قعدت مره اسبوع قدام الزنزانه دي بدخل زنزانه الاطفال الجديده تقريبا في ايه من سوره البقره كان مقطوع على الحيطه والله هنا انا والله ما اعرفش افتح اماكن الاحتجاز تحت الارض في مقر امن الدوله المركزي في مدينه النصر ودي كانت اماكن الاحتجاز في العسير في مدينه. المكان ده مكان واسع في اماكن ثانيه كانت ما تكفيش ان فرد واحد يقعد فيها. ده يوم مختلف لان احنا النهارده خسرنا كل اسوار امن الدوله ونازلين في صنازين مش مساجين نازلين في صنازين احرار بنخسر من هنا كل الحدود ونخش ونقول ان هنا كنا بنتعذب. اللهم لك الحمد. طب انت ايه اللي جابك الزنزانه دي؟ انا جيت من معبر رفح على الزنزانه دي في سنه 2008 خرج الحمد لله 2008. مفيش هنا حد يعرف حد ولا حد بيتكلم ولا حد بيشوف حد وعينيا مربوطه 24 ساعه. جينا الساعة 4 دخلنا حصرنا امن الدولة هنا. بعدين الجيش كان واقف بس كانش فيه عدد كتير. لما جمعنا جامد في مدخل من الجنب دخلنا منه وبعد كده الناس اللي دخلت فتحت الباب للناس اللي بره كله هجم على المكتب. دخلنا المكاتب دخلنا المباني لقينا اكن كل المكاتب اكن الناس سايباها من شوية. الاكل والشرب والثلاجات والمية والسجاير متسرقة كده. كل الناس هربت من كام ساعة. دخلنا خدنا شفنا الورق لقينا ورق عادي. نزلنا تحت لقينا زنازير بس فاضية. الزنزانة بتقدرش تقف فيها صغيره جدا بتقدرش تفرد ايدك فيها. زنزانه فرديه عباره عن جحيم. بعدين دخلنا تحت هنا اوضه كلها ملفات سريه جدا كل مشاهير كل الناس لعيبه الكوره الفنانين الرياضيين الصحفيين كل الناس اللي ممكن تتخيلها مواطنين عاديين. يعني النظام انتهى. انا رايي الشخصي ان النهارده هو العيد الحقيقي للثوره. النهارده هو 5 مارس النظام انتهى تماما. الاستفاده اللي بينا من الدوله ده لقاء ما بين خيرات الشاطر وما بين مباحث امن الدوله شان الانتخابات التشريعيه اللي تمت في 2005 هيتنازلوا عن ايه ويسيبوا ده الاتفاق على الدوائر اللي لابد الاخوان ما ينزلوش فيها. بص كلهم داخلين على كل الايميلات وبيقروا الانبوكس من غير ما حد يعرف. يعني هو داخل على الانبوكس بتاع الراجل ده فتح كل الايميلات بتاعته شايف فيها كل حاجه. محب 64 مصر الاسلاميه والايميلات بتاعته الان والاوت بتاعته كل حاجه فيها. ايوه الاورجنايزيشن شايف المحظوره. خلص خلص الواد ده المكان اللي فيه كل اسماء المعتقلين والمهنه بتاعتهم وتاريخ ميلادهم ومحل اقامتهم ومكان ادعائهم فين. يعني السجن اللي هم موجودين فيه. انا في مكتب الوزير بطلع الناس اللي علام عيشهم. معلش يا يلا حضرات ماشي اشوف علاء طب واجي لك. هات وكيل المسحوق هيعرضها بس